أسعد الله أوقاتكم. حتى السينما الهوليودية وألمع كتاب السيناريوهات لا يمكن أن يفكروا في كتابة قصة يلتقي فيها شيخ زاوية صوفية يتعلق قلبه بشابة إنجليزية مسيحية يجمع ما بينهما الحب. فالتناقض سمة هذه العلاقة التي هزت عرش أقوى رجل بشمال المغرب عبد السلام بالعربي والإنجليزية إيميلي كين. قصة تاريخية بكل تفاصيلها تحتوي على عناصر من الجاسوسية والتدين والهجرة والسياسة وكذلك التهاب المشاعر، تنتهي بالزواج ويقدر لها أن تعمر طويلا كتعبير أسمى عن سمة التعايش بين الشعوب وفي دروب الحب حينما يتغلب على سطوة السياسي وعشرافة التقاليد وينسج من خلاله علاقة تتحدى الزمان والمكان. قصة إيميلي كين والمتصوف عبد السلام بالعربي تصلح لتكون نصا جميلا لتدريسه في كتب التاريخ عن معاني التعايش، وتصلح كذلك أن تكون فيلما سينمائيا أو مسلسلا لإبراز إرادة الحب في التغلب على إكراهات الرفض والواقع المرير وكذلك عن العنصرية والتطرف. كيف كانت بداية العلاقة بين عبد السلام بالعربي وإيميلي كين؟ كيف تطورت هذه العلاقة؟ ولماذا عرضها السلطان الحسن الأول والسفير البريطاني جون دريموند هاي؟ وعلى ماذا أسفرت هذه العلاقة في نهايتها؟ أسئلة نطرحها لتبيان درجة الانفتاح والانغلاق في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في المغرب، إلى جانب محطات وأحداث كبرى في تاريخ المغرب. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا لنروي تفاصيل هذه الحكاية. كيف يمكن أن يتغلب الحب عن العنصرية؟ في طنجة الدولية كل شيء ممكن. إيميلي كين شابة إنجليزية مفعمة بالحياة، شخصية متفتحة، مغامرة إلى أقصى درجات المغامرة. تجد نفسها في مدينة طنجة كموظفة حكومية، وهي من مواليد 17 تنبر 1849. البعض قال أنها اشتغلت كمربية عند عائلة أمريكية مستقرة بمدينة طنجة. تقول بنفسها أنها قابلت شيخ وزان غير ممرة في مجموعة من الاجتماعات والحفلات. هو وحده الحب من أول نظرة من وحد بينهما. فوقفته الثابتة أمام الكاميرا ولباسه الرسمي الذي يختلف كثيرا عن لباس المغاربة في ذاك الوقت دفعها للتساؤل، من يكون هذا الرجل الذي يختلف عن المغاربة كثيرا؟ وبحثت عن هويته. إيميلي كين ليست كالشقروات القادمة من وراء البحر، فعينها توحي بالهدوء والثبات، وجمالها يسبقها رقة ورهافة. تعرف عبد السلام بالعربي عليها أكثر في الحفلات الموسيقية التي كان يحضرها بصحبتها، وتوطدت العلاقة بينهما. تقول إيميلي في إبراز علاقتها بعبد السلام في مذكراتها التي نشرت عام 1911، لم يكن الأمر مفاجئا لكبير شرفاء وزان، فمنذ مدة غادر مهد الزاوية نحو مدينة طنجة
عاقدا العزم على الاقتران برومية بعدما طلق زوجاته المغربيات، حيث كان منذ صغر سنه معروفا بميولاته الأوروبية التي لم تكن تخفى على أحد. هكذا بدأت العلاقة وهكذا تطورت. ابقوا معنا لاستكمال فصول هذا العشق الأوروبي المغربي في أجمل حلله. رفضت إيميلي الزواج في البداية، لكن سرعان ما أدعنت لطلب الحاج عبد السلام قائلة: عرفت أن الحياة ستكون مستحيلة بدونه. بحضور والديها بمدينة طنجة وقع على عقد الزواج الذي وقعه عدلين مسلمين وأمام سفير بريطانيا بالمغرب جون دريموند هاي. كان الزواج في نظر الكثيرين خروجا عن المألوف، أغضب كثيرا علماء فاس واعتبروه شيئا شادا وغير منطقي وخارج عن المألوف، وكذلك نظر إليه السلطان الحسن الأول الذي ارتاب في أمر شريف وزان الذي ارتمى بدوره في أحضان الحماية الفرنسية خاصة فرنسا، وظل مرتابا يعني شريف وزان مرتابا وخائفا من اغتياله من طرف رجال السلطان الحسن الأول. رزقت إيميلي أو شريفته وزان كما يسميها الكثيرون بطفلين، أولهما علي سنة 1874 ثم بعده أحمد سنة 1876. عملت على تربيتهما وفق النمط الأوروبي وكانوا يتقنان اللغة الفرنسية والإنجليزية وهما لم يبلغا سن 8 سنوات. سأت العلاقة بين الحاج عبد السلام والسلطان المولى الحسن الأول، وأصبح يعني شريف وزان يعني مرتابا وكثيرا ينتابه كثير من الخوف، وازداد هذا الخوف أكثر فأكثر حتى أثر على العلاقة بينه وبين إيميلي التي ظلت مخلصة له وإلى جانبه حتى توفي في 28 شتنبر 1892 بعد مرور 11 عاما على الزواج. رحلت إيميلي ورفقة أبنائها إلى بريطانيا، وفي سنة 1911 أصدرت كتابا اسمه قصة حياتي، تتحدث فيها عن الكثير من عن العلاقات الاجتماعية داخل المغرب والحياة السياسية وكذلك علاقتها بالحاج عبد السلام والكثير من الأشياء، يعني لأنها عبارة عن مذكرات غنية بالمعلومات. دونت فيها كذلك مسيرة 40 عاما عاشتها وسط المغاربة وإتقانها للهجات الشمال وكذلك للغة العربية. تشبعت كثيرا إيميلي بالطريقة الصوفية في دار الضمانة، وحينما عادت إلى بريطانيا أحست بالغربة في بلدها، لتختم مذكراتها بعبارات تحمل الكثير من المعاني قائلة: أتمنى أن يكون لأربعين سنة التي قضيتها بين المغاربة أثر جيد على المغاربة. توفيت إيميلي كين بمدينة طنجة سنة 1943 ودفنت بمقبرة مارشان بطنجة بشاهد وحيد مكتوب باللغة الإنجليزية تحت اسم إيميلي كين. تحمل وتجسد قصة إيميلي كين وعبد السلام بن العربي قصة حب رائعة تستحق الكثير من العناية لأبعادها الإنسانية وكذلك لأبعاد التعايش داخل هذه القصة بين مغربي وكذلك بين إنجليزية. نأتي إلى نهاية حلقتنا، كل المنى والشكر لتفاعلكم وكذلك للكثير من التنبيهات والتوضيحات
وكذلك للكثير من التفاعل لهذا المحتوى. ألف تحية وسلام، وإلى لقاء متجدد بحول الله. كل المنى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.